سائل قال عمك ده بقول انه تارك الصلاة مسلم عاصي، فكيف يكون كافر اذا كان هذا العاصي يعصي الله في فريضة من اول الفرائض؟ ما اعرف ده يصل لشنو من الكلام ده. لكن على اي حال حكم تارك الصلاة اختلف العلماء من الاوائل من السلف، وعند الائمة الثلاثة كالإمام مالك والإمام الشافعي وأبي حنيفة عندهم أنه تارك الصلاة يستتاب، وتارك الصلاة عند أبي حنيفة يحبس، فإن صلى وإلا بقي في الحبس حتى يموت. وعند الإمام مالك والشافعي يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والإمام أحمد يقول تارك الصلاة ليس بمسلم إطلاقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الإنسان إذا ترك الصلاة كفر. ولقول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طيب الإنسان إذا ما صلى ما أخوك في الدين؟ هذا بمفهوم هذه الآية وأدلة كثيرة جدا في هذا الباب. فالراجح من الأقوال يا أخواننا تارك الصلاة ليس بمسلم. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. عشان ما يمشي زيادة يتهاون ويخلي المسلمين يتهاونوا بأمر الصلاة، والواحد تلقى ما بيصلي وديل بعد يقول لك لا ده ما دام بيجينا نحن وبيجي لابويا الشيخ وبشيل المحايات ومعانا في الطريقة ما مشكلة ما يصلي. ما يصلي كيف يعني؟ قابل ربنا كيف؟ كيف يقابل ربنا؟ والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أحمد في المسند، قال: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته. من العمل أول ما يسأل عنه العبد قال صلاته. قال: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. أنت لو صلاتك دي نجحت أنت نجحت خلاص. قال: وإن فسدت فقد خاب وخسر. أي حاجة وراها بتضيع تاني. فأول ما يسأل عنه العبد من العمل الصلاة يوم القيامة. فكيف أنت تلقى ربك يوم القيامة بغير صلاة، بغير صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ فما في زول يخدعك يقول لك لا لا أنت ما دام كنت معانا لا لا تاني ما مشكلة لو ما صليت أبوك الشيخ بيتم عليك، زي ما جاء في كتاب اسمه سراج السالكين. دي الضلالات الترابانين على الناس دينهم، ضلالات ما دين، لا آية ولا حديث. قال: من حق المريد على الشيخ أربعة دي الحقوق المريد على الشيخ. قال: ومنها أنه إذا نقصت له الحسنات أكملها الشيخ يوم القيامة. الشيخ قال بيتم عليك لو نقصت حسناتك، دجل شعوذة وغشهم ولعبوا عليهم. راجع كتاب سراج السالكين في مناقب ملوك المعارف والبدر وغيره وبلاغه كثيرة جدا. المهم ده سؤال بتعلق بالصلاة. آخر السؤال أنا ما فهمته، المقصود ده شنو؟ يجيب المطر وينزل الشغل من فوق ويجيب تفاح وينزل طيب. الأكل الناس الجعانين. قال لا استدلال الصوفية إما بآية مفهومة خطأ أو حديث لم يفهموا معناه أو أحاديث موضوعة وباطلة. فالسؤال: هل تثبت العقيدة الصحيحة بمثل هذه الاستدلالات مع العلم أن القرآن كله محكم ولا يتناقض والسنة أيضا لا تتناقض؟ طيب الإجابة على السؤال ده مركبة من جزئيات. إنه من استدلالات الصوفية على عقائدهم أولا بيستدلوا بمفاهيم لآيات، هذه المفاهيم غلط. الآية ما غلط، القرآن ما فيه غلط، لقوله تعالى: ولو كان من عندي
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن كله من عند الله، عشان كده ما فيه اختلاف ولا فيه تناقض، ولكن الصوفية متناقضونهم في فهمهم. أسا قبل شوية ذكر آية دار يستدل بها، الآية تقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. دين الناس اللي اختلفوا في أصحاب الكهف، قالوا ابنوا عليهم بنيانا، دين الوحدين قالوا كده ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، الذين غلبوا، انتبه، ربنا في القرآن ما قال قال المؤمنون ولا قال قال الصالحون، لا، نسب القول ده لأهل الغلبة. ولهذا قال ابن حجر، وده ما بيفتح الكتب اللي قدامه، ما بيفتحها، لو بيفتحها كان خلى الصوفية دي زمان. قال ابن حجر وهذا الحكم لأهل الغلبة، وأهل الغلبة في غالب الأمر بيكونوا من أهل الضلال، لقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى بل جئناهم بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون. قال تعالى بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى وقليل ما هم المؤمنين، قلة دائما في القرآن. والغلبة شنو؟ والكثرة دين الضلال. عشان كده العلماء قالوا في هذه الآية إشارة إلى ذم هذا القول، ده قول مذموم، لأن ربنا نسب للكثرة ولأهل الغلبة. أهل الغلبة ما أهل الخير، أهل الخير هم القلة، أهل الخير هم القلة. ولذلك قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب لو سلمنا جدلا إنه القول ده قول المؤمنين، وإنه ده كان في ذلك الشرع بجوز في زمن أصحاب الكهف، طيب هل في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بجوز؟ لأنه شرع من قبلنا على الخلاف في القاعدة الأصولية، هل بيكون شرع لنا ولا لا؟ الراجح إنه شرع من قبلنا إذا جاء في نسخنا، إذا في شرعنا نسخه، ده ما بيكون شريعة لنا، لأنه في بعض الشرائع قديمة فيها أمور كانت بتجوز، كان عندهم سجود التعظيم، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ده سجود التعظيم كان عندهم موجود، لكن هل في شريعتنا موجود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ما في سجود لأحد في دين الإسلام، فده منسوخ يا أخواننا، ولو ثبت في شرعهم وحتى في شريعتهم ما بيجوز البناء، لكن ولو ثبت فهو في شرعنا ممنوع بنص حديث جابر. افتح صحيح مسلم، انت قريت حاجة؟ انت ما فاضي تقرا اصلا، كويس. صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر نهى رسول الله، نهى دي شنو؟ نهى رسول الله ان يبنى على القبر او ان يقعد عليه او ان يجلس عليه او ان يجصص، في حديث بروايات وفي حديث بالهياج الاسدي قال بعثني علي رضي الله عنه قال الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا صوره الا طمستها. ما في دليل. قال امشي للقبه القاعدة الآن في قبر النبي صلى الله عليه وسلم الخضراء، أمسوا كسروا وتعالوا، كويس. نحن ما قلنا كسر، نحن لو دعنا كسر بنبدأ بالقبة بالقاعدة هنا، ده أول حاجة. نحن ما قلنا كسر، نحن بنتكلم بالميكروفون ده موضوعنا إحنا. طيب القبة القاعدة دي سؤال موجه لك وأي درويش معاك،
لابس اخضر، لابس برتغالي، عنده طاقيه، ما عنده رابط نصه، اي درويش. هل بناها رسول الله؟ الاجابه لا، ما بناها. هل بناها ابو بكر وعمر والخلفاء الاربعه؟ لا. هل بناها الصحابه رضوان الله عليهم؟ لا. من الذي بناها؟ شو اساله؟ بل خليك من القبه، القبه دي ما اتبنت قريب. خليك من القبه الخضراء. هي فوق كده في المسجد، حاجه صغيره مش في القبر، هي فوق في المسجد، يا فوق. كويس. لكن القبر ذاته اللي دخلوا في المسجد منه ودخل بيتين، ده سؤال موجه لك. ده في زمن الوليد ابن عبد الملك، بعد اكثر من 100 سنه من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم الى الدار الاخره. كويس. ده بعد زمن طويل جدا، لا كان في زمن النبي ولا في زمن الصحابه. والاستدلال يا اخواننا بيكون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم او باجماع الامه، ده الاستدلال. اما غير كده ده ما دليل. ما تقول في قبه بانينا بجاي، وفي واحده بنوا هنا، وفي واحده بنوا بهناك، ده ما دليل كله ده. ده ما دليل شرعي اطلاقا. طيب. اثنين من الجزئيات في الحديث قال او يستدلوا بحديث موضوع. وطبعا دينهم وعقيدتهم اغلبها مبنيه على الاحاديث الموضوعه. حديث ملفقه. الواحد تلقى عقيدته وطاقته الخضراء اللابسه والدلاجين المكلفح بها وكل برنامجه حديث ضعيفه. طيب تسالهم تقول لهم انتوا بتندهوا الشيوخ صح؟ واحد تقوم بيجيب على حيله بيقول يا ابو يا الشيخ تلحقنا. الدليل شنو؟ تنادي الشيخ. يقول لك يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم عاين في السماء ولقى مكتوب ده ابراهيم عليه السلام، ولقى مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله، وبقى بيتوسل لله بمحمد المكتوب مع اسم الله عز وجل في السماء فوق. حديث ده رواه منو؟ ده باطل. من روايه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم. واحد امسك، ده باطل، ما بيجوز تستدل به. اثنين يقول لك اذا انفلتت دابه احدكم، ولو لقاك انت ما فاهم الحاصل يقول لك يا مولانا يا مولانا الحديث ده رواه ابن مسعود. ابن مسعود بكذب؟ انت لو تقول والله يا ابن مسعود ده ما بكذب يا زول، والموضوع ما في ابن مسعود، الموضوع في التهد الرواه والرواه التهد ديلك، ما في ابن مسعود، وابن مسعود ما قال ذاته اصلا. كويس. ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، قال اذا انفلتت دابه احدكم، يعني لو انت راكب لك حمار ولا راكب لك ناقه في الخلا هناك والناقه فكت منك، انت قال ترفع يديك وتنادي الفقراء يا عباد الله احبسوا احبسوا، قام مش نادي هذا ما تبقى نجيب، امسك عراقيك في خشمك والحق حمارك، ما في زول بتنده بالحقك انت، يا تنادي الله يا تبقى نجيب تلحق حمارك. لكن ما سوي لك لولو وتنفزر ويا عباد الله احبسوا الفقراء الراقدين في التراب ديلك، راجيهم الحقوق التراب في خشمك، الحق زول في الواطه واللي الحق رقبته الفي الواطه ده اللي الحق رقبته وخاش جوا راقد بيسوي فيه شنو ذاته، وكان بيقدر يلحقك راقد تحت ليه؟ عجب التراب دي؟ عجب الحره جوا ده ولا شنو يعني؟ كله دجل. ده حديث باطل ضعف الامام الذهبي من روايه معروف ابن حسان، قال معروف غير معروف، احاديث باطله لقطوها الصوفيه وعملوا بها الدين لهم. عشان كده هذه الدعوة المباركة لما العلماء جاءوا نقعوا الأحاديث والدعاة وروهم الأحاديث الباطلة وروهم ده ضعيف، ما مقبول، ضعيف ذاك ما بينفع، ده ضعيف. تعرف الصوفي مرة واحد قال لنا يا مولانا ما ممكن أي حديث نجيبه تقول لنا ضعيف، قلنا لا أنت ما لقطت الضعيف براك، إحنا قلنا لك لقطه، تضعفوا في الأحاديث وتسمنوا أنتوا، ده نسمن إحنا ما نسمن، ده ما موضوعك، موضوعنا حديثك اللي جبته ده ضعيف. وضعيف ما معناه ما عاجبنا يعني، بيقولوا كده ضعيف معناه النبي ما قاله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الحديث ذاك. ولذلك الحمد لله بنعمة من الله عز وجل هذه الدعوة المباركة لما قامت على القرآن وقامت على الأحاديث الصحيحة كانت دعوة مقبولة في قلوب الناس. أسا زول ده ما في زول داير شغلته، يبيع حجبات بتبور
ايش حدا جماعه بيقوا ما بدو. انتوا ما شفتوا زمان عمك ده شغله دي زمان كانت فيها نقاطه برنامج لكن وقفت 5 جنيه ما في. الاسعار زادت مفترض يزيد الخمسه ولا زادت بس الخمسه زادت وبرضه ما في. على اي حال ما عندك اي برنامج والبيت بتاعتك دي ذاتها ما بقت بايخه الشغلانات ذاتها قديمه وبايخه ما تغيرها انت. قال الوهابيه موضوع واحد ده شنو هسه من اخر التسعينات البيت دي شغاله والشريط ده ما راح منه كله لا سرقوه لا نشلوا منه كويس لا وقع لا الموبايل بتاعه باظ قاعده بس البيت دي لابت وين انا ما عارفها بس قاعده معاه قدر ما تغلبوا الشغله والنظمي ما يجيب حقه يقوم يدورك الشريط بتاع الدين اشرف بتاع ترادي يا اخوانا في دعوه بحاربوها بين اشرف بتاع ترادي لان بنديك احاديث من القران كلام من القران وحديث من السنه انت تيجي تشغل لنا اشرف بتاع البيت والوهابيه ومحمد بن عبد الوهاب وصنيعه يهود يا زول نحن موضوعنا معك الان لمحمد بن عبد الوهاب لا صنعوا اليهود لا هو صنع اليهود تمام برنامجنا معك ولا جينا يوم من الايام قلنا للناس اعبدوا محمد بن عبد الوهاب حصل قلنا لهم ولا قلنا لهم نحن رسولنا محمد بن عبد الوهاب لا نحن بنجي نقول لك الايه والحديث محمد بن عبد الوهاب في كتبه جاب ايات واحاديث نحن بنجي نشيل الايات والاحاديث وبنديك لين انت رايك شنو في الايه والحديث زين خليه محمد عبد الوهاب خليه موضوعك ده موضوع محمد عبد الوهاب كله سيبه بس الآية والحديث الجابين في كتب دين انت رايك فين شنو تخلي التصوف ولا ما بتخلي انت دينك ده جبته من وين هسه كله تصوف وصوفية وطريقة تجانية وطريقة احمدية وطريقة قادرية وطريقة برهانية والطريقة القادرية اولاد العركي والقادرية اولاد ما تعرف الزين وذاك اولاد كدباس كله ده جبته من وين يا اخي ربنا قال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لسه منهم في شيء ما تفرق الدين يا اخي فرتكت الناس بجاي ديل لابسين اخضر في احمر بغادي ديلك لابسين بنفسجي باخضر باصفر زي الشعار بتاع مازنبي كويس واحدين باقطاقيه حمراء بفوق واحدين رابطين في النص واحدين لابسين شرابات واحد قال لي ظهرت طريقه جديده اسمها العجلاتيه دي في مدرمان قال عجلات عجلاتيه بتاعت شنو الله هديك يا اخي كلام فارغ كله يا اخي كلام فارغ واكبر دليل يدل على بطلان هذه الطرق تفرق هذه الطرق تفرقه لانه ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اذكار مختلفه عبادات مختلفه عقائد مختلفه طرق مختلفه زيهم مختلف معقول ده يكون دين محمد كله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جانا بدين واحد وبشريعه واحده وبسنه واحده ما في اختلاف ربنا قال ثم جعلناك على شريعة واحدة على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الأهواء كثيرة لكن الشريعة واحدة والسنة واحدة ويكفي في ضلال هؤلاء تفرقهم طيب في أسئلة ثانية لكن أنا ما أقدر أجاوب حلقي شوية تعبان